أحيت كنيسة سيدة الرعاة للروم الملكيين الكاثوليك في بيت ساحور بفلسطين صلاة الغروب، كما احتفلت كنيسة الأم البتول للروم الكاثوليك في بيت لحم بعيد رقاد السيدة العذراء. المزيد في رسالة مندوبتنا في الأراضي المقدسة مارلين الحدوي. أحيت كنيسة سيدة الرعاة للروم الملكيين الكاثوليك في مدينة الرعاة بيت ساحور صلاة الغروب وجناز السيدة العذراء. وقد ترأس الصلاة الأب سهيل فخوري راعي الكنيسة، الذي دعا إلى رسالة المحبة، لأن يسوع المسيح له المجد غير العالم برسالته، وهي المحبة الأبدية. وفي كلمة للشماس حنا أبو سعدة حول الرقاد والانتقال بالنفس والجسد إلى السماء، قال فيها: لا يعني الموت، فالإيمان بأمنا مريم العذراء الشفيعة والوسيطة هو الإيمان الحقيقي والحياة. وفي كلمة للأب ممدوح أبو سعدة أكد فيها بأن هذا العيد يعطينا انطباع الانتقال إلى الملكوت السماوي، حين نقل يسوع المسيح أمه مع الملائكة والقديسين تكريما لها. اليوم نحتفل بعيد رقاد والدة الإله أم يسوع المسيح، وهذا العيد بعطينا انطباع لكل المسيحيين إنه الموت هو انتقال من هذا العالم إلى السماء، ولا نقول كلمة موت بل نقول رقد، أي رقاد، رقد بالرب، أي أنه هناك رقاد وانتقال من هذا العالم إلى الملكوت السماوي. فعلى مثال مريم العذراء، يسوع المسيح لم يترك أمه بل كرمها وأخذها إلى أحضانه إلى السماء مع الملائكة والقديسين، لأنها بتول ولأنها حملت يسوع المسيح في أحشائها، وتكريما لها حتى تكون دائما قديسة وبتولية قبل الولادة وفي البلادة وبعد الولادة، انتقلت إلى نقلها يسوع المسيح مع الملائكة والقديسين لكي ما يكرمها. وهذا يعطينا كيف نكرم أمهاتنا ونكرم أمنا مريم العذراء أم الكنيسة جمعاء. نحتفل اليوم بعيد رقاد أمنا مريم العذراء وانتقالها بالنفس والجسد إلى السماء. رقاد سيدتنا والإله، أنا كتير أيقونتها بتعجبني. إذا طلعنا على أيقونة الميلاد نلاقي مريم العذراء حامل الطفل يسوع بين إيديها. بعيد الرقاد العكس، يسوع المسيح هو بحمل أمه مريم العذراء وبصعدها للسماء. فهاي دعوة لكل إنسان، لكل مسيحي، أنه يكون عندك الإيمان اللي كان عند أمنا مريم العذراء بيسوع المسيح. هذيك الساعة أكيد جسدنا مش راح يرى فسادا أبدا، لأن إحنا راح ننتقل مع أم الحياة ومع الحياة نفسها إلى الحياة الخالدة. بحب أوجه رسالة محبة لجميع اللي بيسمعونا، أنهم بالفعل غير المحبة ما فيه. يسوع المسيح بس نزل على الأرض غير العالم كله بالمحبة، فخلينا نحن نتعلم من هذا الإله العظيم المحب أن نعطي هاي المحبة للآخرين، اللي تقدر الكرة الأرضية كاملة تقدر تعيش بسلام. وكل عام وأنتم بخير. عيد رقاد أمنا مريم العذراء بالنفس والجسد إلى السماء، هذه الأم التي أراد الله أن تكون له أرضا خصبة، زرع ابنه الوحيد فيها لكي يخلص البشرية. هذه الأم الشفيعة الحارة والسور الذي لا يهاجم، هذه الأم الوسيطة والتي تضرع إلى الله تعالى من أجلنا. نحن لا نؤمن بالموت، نحن ننتقل من هذه الحياة إلى أخرى. السيدة العذراء انتقلت، وليس توفيت أو ماتت، هي انتقلت بالنفس والجسد إلى السماء. فالعذراء مريم هي الشفيعة الحارة للمسيحيين في العالم. وفي هذا اليوم المقدس كل أبصار الناس، أبصار المؤمنين، أبصار البشر، وقلوبهم خاشعة أمام جثمانها، أمام أيقونتها المقدسة، لكي تشفع فينا وتخلصنا بواسطة ابنها يسوع المسيح. كل عام والجميع بألف خير. عاده الله على بلادنا المقدسة وقد رفلت بأثواب السلام والمسامحة والوئام، لأن العذراء هي سلام. العذراء هي سلام، لأنها ولدت في 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 بيت لحم وابنها يسوع المسيح في مدينة السلام. وأريد أن أشكر جزيل الشكر نورسات الأردن التي لا تبخل علينا دائما بأن تنقل صوتنا من بيت ساحور من الأرض المقدسة إلى أرجاء العالم. فجزيل الشكر لهم وبارك الله فيهم. حيث
حيث وضعت أيقونة العذراء مكللة بالزهور في وسط الكنيسة. بعد الصلاة أقيمت الدورة التقليدية على أصوات جوقة الكنيسة. وفي ذات السياق احتفلت كنيسة الأم البتول للروم الكاثوليك في بيت لحم بعيد رقاد سيدتنا والدة الإله الفائقة القداسة المجيدة الدائمة البتولية مريم، بمشاركة صاحب السيادة المطران ياسر العياش النائب البطريركي للروم الكاثوليك في القدس، والأب الإقونيموس يعقوب أبو سعدة كاهن رعية الروم الكاثوليك في بيت لحم، والشمامسة والراهبات، وبحضور رئيس بلدية بيت لحم السيد أنطون سلمان وعدد كبير من المؤمنين. وفي عظة المطران العياش حيث قال: بعد أن أكملت أمنا العذراء حياتها الزمنية انتقلت بنفسها وجسدها إلى مجد السماء، وعظمها الرب ملكة العالمين لتكون مشابهة لابنها رب الأرباب المنتصر على الخطيئة والموت. ونحن نقول لها: أيتها القديسة مريم صلي لأجلنا الآن وفي ساعة موتنا، آمين. وبأصوات الجوقة على الترنيم رقاد أمنا مريم العذراء إلى السماء بالنفس والجسد. اليوم نحتفل بالقداس الإلهي بمناسبة عيد رقاد السيدة في كنيسة الأم البتول في للروم الكاثوليك في بيت لحم مع عدد من المؤمنين، وكذلك أيضا من المتطوعين من مدينة ميلانو عم بيعملوا جهد ونشاط رسولي مع شبابنا وبناتنا في هذه الرعية المباركة في الأراضي المقدسة. وإحنا للتو أيضا جايين من راجع من لبنان من لقاء الشبيب الروم الملكيين الكاثوليك في الشرق الأوسط، وكان عددهم عدد كبير يتجاوز 950 شاب وشابة، وكلهم من أجل شهادة لسيدنا يسوع المسيح. إن شاء الله العذراء مريم بتبارك الجميع، بتبارك كل الذين يحتفلون بهذا العيد، العيد المريم العذراء مريم رقادها، وكذلك كل الذين يحملون اسم مريم. كذلك نطلب أيضا البركة والنعمة، بركة أمنا العذراء مريم لي، والشكر أيضا لنور سات على كل جهودهم الطيبة وعلى محبتهم، لأنهم هم أيضا عم بيأدوا شهادة لسيدنا يسوع المسيح بنقل صوت الحق، كلمة يسوع اللي هي كلمة الحق إلى قلب كل إنسان وإلى كل عائلة. وليتمجد الرب يسوع، وكل عام وأنتم بألف خير. للنورسات مارلين الحدوة من كنيسة الروم الكاثوليك في بيت لحم.